معانا النهارده 3 بنات مبدعات، مصممات ازياء وطالبات في كليه الفن والتصميم. قدروا ان هم يشاركوا بتصميمات مميزه جدا في اول عرض ازياء اقيم في مقر المجلس القومي للمراه، احتفالا بازياء التلي السوهاجي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، احتفالا بأول حرفة تراثية في مصر. هنعرف منهم أكتر عن مشاركتهم في العرض وليه اختاروا عالم الفاشن والتصميم. خلوني الأول أرحب بيهم معانا ومنورنا، منى دمراني ودارين محمود ومريم ضياء. أهلا وسهلا بيكم يا بنات، نورتونا. كلموني أول حاجة بقى طبعا عن مشاركتكم في أول عرض أزياء اللي أقيم في مقر المجلس القومي للمرأة احتفالا بالتلي السوهاجي. احكولي عن المشاركة دي، جت إزاي وعملتوا إيه؟ احنا الجامعة الاول عرضت علينا ان احنا يعني نشارك في عرض ازياء زي ده، واحنا جميل. كلنا وافقنا في ساعتها لانه احنا حابين برضو يعني نبين تراث بلدنا ونبين ان هو يقدر ينافس الحاجات العالمية. فاحنا اوريدي كان عندنا فكرة او باك جراوند عن التلي، كنت انا ومنى سافرنا تبع المجلس القومي للمرأة وجمعية الوايبو اللي هي الحقوق الحفاظ الحقوق الملكية الفكرية. سافرنا ستات سوهاج هناك، جزء بتاع حقوق كان بيعلمهم كويس يعني ازاي يحفظوا علاماتهم التجارية، ازاي يبقى ليهم حقوق ملكية فكرية، وبعد كده احنا علمناهم ازاي يعني يطوروا من التصاميم بتاعتهم، علمناهم ازاي يعني زي ما بنقول ان هم يحدثوها، يخلوها مودرنايز، يخلوها احسن، تقدر يعني يقدروا يبقوا دلوقتي في السوق احسن بكتير. وده اللي حصل. فلما جات لنا الفرصه بقى ان احنا يعني نظهر اللي احنا علمناه للستات دي، هم كده كده طبعا موهوبين جدا لان التلي دي حاجه صعبه قوي. طبعا يعني مسكنا في الفرصه دي جدا وقررنا ان احنا جميله. هي فعلا يعني حرفه جميله جدا ويقدر البني ادم يطلع منها حاجات كتيره جدا. فاحنا عملنا كذا لاين، يعني في سبورتس وير، في ايفنينج وير، في كاجوال وير، كل ده طلع من الشال بتاع التلي، اتعمل منه كولكشنز كبيره. الله، كانت حاجه مرهقه في التفكير لانه احنا متعودين عليه كحاجه تقليديه جدا. بالظبط، هناك حته قماش او شال تقليديه قوي، بس ان احنا يعني فتح دماغنا لانه لا، بالعكس احنا ممكن نخليه مودرن اكتر، ممكن نستغله اكتر بطريقه مختلفه تماما. زي ما قالت، في السبورتس لاين او في الكاجوال لاين كان في ناس عم مستخدمه التلي على لبس كومبليتلي قطن، يعني كاجوال سويت بانس وسويت شيرت وكده. فكانت حاجه جديده ومختلفه وفي نفس الوقت بتوريك ان مفيش ليميتس للقماشه. التقليدي بتاعها ان هي سواري او كده، بس هي ممكن تستخدم برضو بطرق تانية كتير. هايل. طيب دارين، انت شاركتي بتصميمين مميزين جدا وفي عرض الازياء، طبعا عرض ازياء المجلس القومي للمرأة، احكي لنا عنهم، خدوا منك وقت قد ايه؟ فكرتهم برضو استوحيتيها من ايه؟ احنا كان البروجكت كله كان المدة بتاعته شهر، فهي كانت بالنسبة لنا كلنا حاجة تشالنجينج شوية، انه في خلال شهر صغيرة لازم نطلع الديزاين، لازم نستنى القماش يجي من الستات في سوهاج للقاهرة، ونعرف ازاي من فعلا شال او حاجة زي كده نطلع حاجة نعمل بيها لبس. كان بالنسبة لنا في الاول تشالنج اصلا انه نطلع الديزاين ونفكر فيه ازاي. كنت بفكر ساعتها انه عايزه الديزاين انه التلي ده مش حاجه لازم البسها كشال او البسها كحاجه تقليديه، لا، ممكن تبقى حاجه مودرن اكتر، ممكن تبقى حاجه اعمل بيها حاجه الناس تخرج بيها عادي، الناس تسهر بيها عادي. ففكرت في اتنين، التو ديزاينز بتوعي كانوا حاجات مودرن، كانوا كورسيتس اكتر، اللي هو حاجات شبابيه اكتر وحاجات الناس تعرف تخرج بيها وتعرف تسهر بيها، عشان ميكس ما بين الاتنين، ما بين انه احنا عندنا حاجه حضاره تقيله قوي، وما بين ان هي مش يعني مش لازم تبقى بقى للاجيال الاصغر اللي ما تعرفش حاجه بالزبط. عن التالي وما تعرفش قيمه التالي ده ايه. اصلا قبل البروجكت ده تقريبا معظمنا او كلنا ما كانش عارف يعني ايه تالي. يعني دي كانت اول مره نكتشف اصلا حرفه زي دي، ونكتشف هي بتاخد وقت قد ايه، ونكتشف ازاي بتتعمل. وكانت صعبه قوي، انه احنا مثلا مش فاهمين هو ينفع اقص في القماشه دي ولا لا، ينفع اعمل كل ده. فبس خدت مجهود، خدت شهر كامل. واللي ساعدني فيها كان يعني دكتور شريف، دكتوري في الجامعه، هو الصراحه اللي ساعدني قوي في ان انا اقرر التصاميم بتاعتي، ساعدني قوي في تنفيذها. فبس
هو كان شهر كده تقيل قوي بس عدى على خير. جميل قوي. برضو يا دارين، انا منى انا عايزاكي تحكي لي برضو انت كمان عن التصميم اللي انت شاركتي بيه، وبرضو خد منك وقت قد ايه، وفكرته استوحيتيها ازاي؟ انا دايما شخص عملي، بحب لبسي عامه، وانا بشتري ببص على العمليه بتاعه الحاجه اكتر ما هي مثلا حاجه ستيتمنت بيس او كده. اكيد كلنا عندنا ستيتمنت بيس في الدولاب بتاعنا، بس دايما الواحد في الاغلب بيلبس الحاجات البراكتيكال اكتر. فانا الديزاين بتاعي قسمته لجزئين، هو كان جامب سوت ساده خالص فيري بيسك، والقطعه اللي فوق خليتها مفصوله عن التصميم الاساسي اللي هو الجامب سوت، وخليت الشغل كله فيها بحيث ان هي بيس لوحدها. انا ممكن البسها على الجامب سوت الساده، او انا ممكن اخد البيس دي برضو والبسها على اي حاجه تانية عندي في الدولاب، ما اكونش اتقيدت بان هي خلاص بقت بيس لبستها مره واحده على بعض، خلاص بقت هي كده اللوك كله يعني اتحرق، او خلاص مش هينفع البسه تاني. لا بالعكس، انا ممكن البس الجامب سوت دي على حاجات تانية، او العكس برضو البس الشال التلي على حاجات تانية. برضو انت يا مريم عرفت ان انت ابهرت الجمهور بالتصميم بتاعك. هو التصميم ما كانش ده اللي انا بدات بيه، هو ما كانش ده خالص. احنا لما كلمت استاذه ماجدة دي، حد من مصممين التلي، هي كانت بعتالي شال تاني خالص، بس هو حصل مشكله في الشال ده، وكان حجمه اكبر بكتير من الشال ده، فكنت عامله الفستان ان هو اكبر من كده، فاضطريت ان انا اخد شال تاني هو تقريبا ربع الحجم وربع العرض، فانا كان لازم، ودي من الحاجات اللي بتشتغلي في تصميم صغنن جدا مش عارفه تطلعي كل منه اي حاجه تفكري فيه. فدي من الحاجات برضو اللي بتواجه الديزاينرز، انه يعني فرق الكام سنتي دول يغيروا الديزاين كله اكيد. فانا اضطريت الاول مسكت الديزاين قلت طب انا محتاجه اشيله من تحت احط فوق ولا اعمل ايه. وبرده دكتور شريف كان بيساعدنا، هو انا كنت عندي جمله شهيره قوي بقولها له، بقول له ثق فيا، وهو دايما يفضل يقول لي انا قلقان انا قلقان انا مش مرتاح من ثق فيا انا قلقان. وكان وقتها يعني فضلنا نحاول ان احنا اشوف اعمل ايه، وانا كنت برده عايزه اعمل ديزاين مستوحى منهم. فهم انا لما رحت سوهاج لقيت كتير الستات بيلفوا الاشار بطريقه الملايه اللف، بس هو ده فعلا يعني انا كنت فاكره ان ده في الافلام بس، لا هم ليهم لفه معينه. عشان كده انا ما خدت الشال، حبيت ان انا اعمل فستان سواري عادي جدا ظهره مفتوح مش عارف ايه الكلام ده، بس انا كنت عايزه برضو ابرز فيه ايه هو يعني الحضاره دي او الطريقه دي في الناس اصلها ايه، او اصلها ايه، الاصل بتاعها ايه. فخليته ان هو يلف اللفه بتاعته دي ويكمل في الظهر بالشال ده، وكنت يعني انا كان قلبي بيتقطع وانا بفكر ان انا اقص بس الشال. فضلنا كتير قوي كلنا عشان نقص في الشال ده، كان بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي، خطوه صعبه، كنا خايفين مجهود بيروح في القصايص الصغيره اللي بتبقى، مجهود رهيب بيبقى رايح فيها اكيد. طبعا كنا بندرس فعلا هنقص منين عشان ما نبوظش اي حاجه. جميل. لا انا يعني انا سعيده قوي بالفكره اللي انتوا عملتوها دي والتصميمات اللي انتوا طلعتوها، لان انا متاكده قد ايه هي كانت جميله فعلا ومبهره زي ما احنا بنتكلم. نارين، شاركتي برضو قبل كده في المسابقه لتصميم الازياء في الجامعه الامريكيه، احكي لنا عن المشاركه دي، كانت مختلفه عن المجلس القومي للمراه، وبرضو حبيتي فيها ايه؟ هي كانت كده كده مختلفه بالنسبه لي، عشان دي كانت اول حاجه خالص اخش فيها، اول كومبيتيشن، اول فاشن شو. فكنت لسه بعيش كل الحاجات دي لاول مره. لاول مره بقى بالظبط. وكنت لسه كان معانا ديزاينر كان لسه بيدينا اللي هو الانسبيريشن بتاعتنا، كان لازم جت انسبايرد من الاغريق او من جريك، ونشوف هم دلوقتي ممكن يبقوا لابسين ازاي. فكانت برضو فكرة ان انا اقعد، كنا جروب كان معايا بنتين تانين، وكنا بنقعد نشارك ان كل واحد يطلع بديزاين وندمج الثلاثة ديزاينز مع بعض. فكانت برضو opportunity حلوة قوي، opportunity يعني كان لسه اول مرة اعمل fitting، اشوف موديل، نبقى في ميك اب مع الموديل، اعيش كل ده في الاول خالص. فكانت صراحة تجربة لذيذة قوي، مسؤولية كلها معاكي وضغطة كبيرة جدا طبعا، على عكس ما في المجلس القومي للمرة كانت كنا ابتدينا شوية اللي هو في فاشن شو عدى، في الجامعة عدت، فكنا ابتدينا شوية نبقى فاهمين، كنا ابتدينا شوية نبقى عارفين الفيتنج بتعدي ازاي، ايه الحاجات اللي لازم تبقى موجودة معايا لو حاجة. طبعا بيحصل حاجات اللي هو الحاجة بتبوظ قبل الفاشن شو بدقيقتين، وازاي ما تعمليها وازاي ما تتوتري مع التوتر، في حاجات بتحصل كده صح؟ فدي كانت حاجه ودي كانت حاجه. دي كنت اللي هو لسه ببدا، لسه صغيره، كنت لسه في اولى جامعه تقريبا. ودي بقى اللي هي لما يعني اوبورتيونتي ثانيه باكسبوجر مختلف خالص بحاجه اكبر بكتير. مين ساعدك ودعمك في الفتره دي، فتره الجامعه الامريكيه؟
فترة الجامعة الأمريكية كانوا أهلي هم اللي بيشجعوني دايما أدخل حاجة جديدة، يعني هم دايما اللي بيشجعوني أدخل حاجة جديدة أجرب حاجة جديدة. وصحابي يعني منى برضو كانت معايا هناك، فهي كانت من أكبر الناس اللي مشجعاني هناك إنه أكمل وأديزاين وكده. فهو مين اللي بيبقوا صحابي وأهلي. جميل جدا. طيب احنا معانا على التليفون استاذه مي محمود عبد الفتاح، مدير عام تنميه مهارات المراه بالمجلس القومي للمراه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه مي. اهلا وسهلا، نورتينا في انت يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تحكي لنا اكتر عن عرض الازياء اللي اقامه المجلس القومي للمراه وفكرته انه ان احنا بنحتفل بيه التل السوهاجي؟ هو عرض الازياء ده كان يعني كان مرحلة أخيرة وتوجت المشروع اللي كان تم تنفيذه ما بين المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وبدعم من وزارة الخارجية وبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف. المشروع ده كان الهدف بتاعه هو تسجيل العلامة الجمعية لحرفة التل السوهاجي، وفعلا بدعم من المكتب العلامات التجاريه في مصر تم البدء في اجراءات تسجيل تلي سوهاجي باسم تلي شندويل، لان احنا استهدفنا جزيره شندويل وهي احدى الاماكن التراثيه اللي يعني بدات فيها حرفه التلي في سوهاج وكمان في محافظه اسيوط، بس احنا بدانا بسوهاج. عظيم. النتيجه اللي شفتوها بقى في عرض الازياء، النتيجه النهائيه بعد ما البنات اشتغلت وصممت وطلعوا تصميمات، هل كنتوا متوقعين ان الحاجات تبقى حلوه ومبهره ومتقنه بالطريقه دي، ولا يعني فائت التوقعات؟ بصي، هي اهم حاجه في الـ في الـ في الدمج اللي حصل ده ان احنا دمجنا بين الحرفه التراثيه والتصميمات الجديده والمبتكره، وان احنا دمجنا برضو بين الفنانات التلي في سوهاج وبين الخريجات وال يعني اللي بيدرسوا يعني التصميم في الجامعه البريطانيه. فده كان خطوه مهمه قوي، لان احنا يهمنا ان احنا المشاريع التخرج اللي خاصه بالبنات في الجامعات المختلفه ان هي تطلع للنور وانها تطبق على الارض. فدي كانت الشراكه دي مهمه قوي، ان البنات يعملوا تصميمات والتصميمات دي تدمج مع حرفه تراثيه وبعدين انها تظهر في مشروع كبير. وكمان احنا خدناه بقى الحمد لله للعالميه، احنا عرضنا تجربه المشروع وعرضنا الازياء دي في جنيف خلال اجتماعات الدوره ال 65 لجمعيات الوايكو اللي كانت منعقده في المقر الرئيسي للمنظمه العالميه للملكيه الفكريه. واحنا لسه راجعين يعني يوم السبت اللي فات الحمد لله على سلامتك، وعملنا عرض الازياء هناك في جنيف في سويسرا في مقر الجمعيه في المنظمه العالميه للفكريه. وعرضنا تجربه المشروع، وكان في سيدات معانا من سوهاج هناك، فيعني كويس جدا. وكانت مصر الحقيقه من الرائدات في الدول كلها في التجربه دي. هل كان في شروط معينه للاختيار المتسابقات في عرض الازياء ده، ولا كان بس فكره انه حد يبقى عنده الموهبه وحابب ان هو يشتغل في التلي؟ وكمان عايز اعرف راي حضرتك في الاعمال اللي عملوها بقى دارين ومنى ومريم. لا، هي طبعا احنا يعني فرحنا قوي بال يعني بان احنا التصميمات بتاعه الخريجات الجامعه البريطانيه يعني معانا في دخلت في حته التلي، لان هي طبعا احنا الازياء اللي بتطلع من الحرفه بتبقى مجرد يعني ممكن بتبقى فساتين طويله يعني شيلان بلوزات كلها طبعا حاجات جميله الحقيقه برضو، بس يعني ان احنا نشجع الشابات والشباب ان هم يدخلوا تصميماتهم دي مع حرفه التلي كانت خطوه مهمه قوي لينا، وبنشجعهم جدا يعني، وعايزين نكمل ده كمان في تصميمات وحرف اكتر ان شاء الله لما ندخل في الحرف الاخرى ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه مي محمود عبد الفتاح، مدير عام تنميه مهارات المراه بالمجلس القومي للمراه.